شكون جلول؟ شكون جلول؟ باش نستقبل معايا في المباشر في شكون جلول مدام منانة. على السلامة. السلامة. شنو أحوالك يا مدام؟ الله يبارك لك، عايشك الحمد لله. صحة بخير. صحة بخير الحمد لله رب العالمين. خاطر راهو اللي يقريو ديما تلقاها مراه يتعبوها من التلامذة، صحيح ولا غلط؟ يتعبوا ما يتعبوش بيد بحب معناتها خدمته كل سنه ما يتعبش بون كون بعد كيما انا يعني ريتريت بون كون نحس شويه اما لي والله كلي نادمه من اللي راني ست شويه. ماذا بك ركزت شويه؟ يعطيك الصحه. يعطيك الصحه يا مدام منان. عايش ولدي، عايشك ربي يبارك لك. اي سيدي انت ما تعرفش علاش احنا كلمناك؟ والله انا بيتها هي قالت لي كنوزة فاهم وانت بهت وانت بهت ماذا بيك تعرف وانت بهتت وماذا بيك تعرف. احنا مش نخليك تعرف، نحبك تركز معايا في اللي في الـ في البورتري هذا باش نسمحوا لك، وبعدها نرجعوا نحكيوا مع بعضنا. داكوردو ان شاء الله. داكوردو. قف للمعلم. يقول الشيخ محمد رشيد الشريف: يا شمعة في زوايا الصف تتألق، تنير درب المعالي وهي تحترق، لا أطفأ الله نورا أنت مصدره، يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق. أي معلم يا رمز الوفاء، سلمت يمين أهل الوفاء، يا خير من صدق. لا فض فوك فمنه الدر منتثر، ولا حرمت فمنك الخير مندفق. بالبيت الشعري هذا نستهل رحلة ثنائنا المعلم عظيمة، أجلت بعطائها ونورت عقول تلامتتها بالعلم والمعرفة، وكان لها الفضل الكبير في إنقاذهم من براثن الجهل والتخلف. بالبيت الشعري هذا نمجد دورها البارز في الإشراف على العملية التربوية من خلال غرس المعارف في أذهانهم وصقل مواهبهم وبلورة مهاراتهم وتفجير طاقاتهم وتنمية قدراتهم باش تعب طريق النجاح قدامهم. علمني 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 أصيلة المدينة العتيقة بسوسة، مولودة في 14 أكتوبر 1949، أم لثلاثة شباب وجدة لثلاثة أطفال. قرات بالمدرسة الابتدائية بباب القبلي بسوسة، وفي المدرسة الثانوية قرات في الجانفي في سوسة، ومن بعد في معهد بورقيبة بالمستير. عام 1969 تخرجت معلمة وباشرت مهنة التدريس بعد عام في المدرسة الابتدائية ابن خلدون في القلعة الكبيرة. عام 1972 تزوجت ومشيت رفقة زوجها باش يقريوا مع بعضهم في مدرسة جبل دينار بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة. قرات في المدرسة الابتدائية الحي جديد بزرمدين عام 1975، ومنها مدرسة ابن خلدون من جديد عام 1976، ومدرسة الحاكم جرول بسوسة عام 1980، لتنهي مسيرتها الدراسية في مدرسة خزامة الشرقية اللي تقاعدت منها في 2005، ومنها المدرسة ابن خلدون من جديد عام 1976، ومدرسة الحكيم جرول بسوسة عام 1980 لتنهي مسيرتها الدراسية في مدرسة خزامة الشرقية اللي تقاعدت منها في 2005. معلمة باهية قرات أجيال وأجيال، يعني من أحسن المعلمين معروفة يعني خزامة الشرقية. قراتني إني مثلا، قراتني خويا، قرات بنات خالي، يعني قرات برشا عباد. معلمة يعني مشكورة على الأخر، كيك سوا في خزامة وكيك سوا زادة في مدرسة جرول زادة. معلمة متميزة إني نشوفها برشا وحيد قراتها وبيخرجوا كدروات تحفورة على الأخر في تربيتها بتعاملها مع التلميذ من ناحية صعبة صعيبة، أما في المصلحة هي بالحق تستاهل يعني باش عبد هكا يكرمها حتى التكريم شوية فيها كما هي يعني قراتنا يعني وتتسمى زادة يعني عطات دور كبير يعني كيف سواء في تعليمنا ولا في تربيتنا ولا في كل شيء. إن شاء الله حتى أولادنا زادة نهار آخر يقراوا عندها زادة ويلقاوا شكون يقريهم يعني كما نقولوا احنا معلمين مثلا في المستوى بتاعها هي. معلمة ممتازة، عدينا سنين الأخرانية كل مع بعضنا تقريبا 15 سنة وأنا في مدرسة خدمة شرقية، كنا كي الأخوات. هي مش معاياني برك، مع زميلات الكل الناس كل تحبها، كنا متعاونين في كل شيء. سنة الخامسة كنا نقريو مع بعضنا أخوات مش زميلات، تلامذتنا وليداتنا الأولياء أخواتنا. تعدت فترة طيبة برشا، هي ديما صاحبة نكتة وديما تضحك وديما ضحكنا معاها، ديما حتى وليداتنا نضحكوا معاها. مولدي
وليداتنا معناتها حتى مشاكلهم مش حسب مشاكلهم. ربينا وليداتنا زاد بالقدا والحمد لله يا ربي. عملنا الصغيرات خدنا في صغيراتنا اجتماعية برشا مع العباد. وعندها النقطة كلام جدا ندخلوا من المعلومة بطريقة سلسة نقول لها عشرتنا ما ننساوهاش وديما نويها بالكفاء وربي يعطيها الصحة ويطول عمرها ويفرحها بحسادها. من أعز المعلمين اللي قريت عندها وأكثر مرة قعدت في مخي مرة بالحق تستحق التكريم. تعلمك التربية قبل ما تعلمك الكتيبة والقراية ومولا الله حبت القراية حبت ترضي تلمذتها وترضي ربي قبل ما ترضي روحها. ترضى تتعب وترضى تسلم في صغارها وفي عائلتها وما تسلمش في تلمذتها تقول ذوك أولادي في المدرسة قبل أولادي في الدار. أعز امرأة أنجبتها مدرسة ترشح المعلمين علمتنا كيفاش نتعاملوا مع الغير كيفاش تظنوا كلمتنا علمتنا القواعد الدينية رغم أنها ما هيش يعني المادة اللي تقري فيها قد ما نقول فيها كلمة حلو ما يزيش. في نظر ناس اخرين تجم تكون نفس النظرة على خاطر اللي تقول له مدام مننا يقول لك صح اللي قريت عندها حتى اللي ما قراش عندها جزء انه يسمع عليها يتمنى يقرأ عندها حتى لتو تقعد ديك امي الثانية بالحق. فما مرة بويسك هي تقرب لي شوية من العائلة اني قريت عندها سنة خامسة وخرجتني باش نقرأ صورة من القرآن واني مش حافظتها صغيرة يا اخي مشيت لبابا تشكيله قتله قد ما قعدنا نحفظ فيها وهي ما حفظتهاش ونهارتها بابا تغش عليا وضربني. نقول لها ربي خليك لينا وربي خليك لصغارك وربي بقى عليك السطر وإن شاء الله ربي دومك فوق ريوسنا راك تاج وربي لي نحيك علينا. هذه هي المعلمة منانة حندوس اللي سهرت الليالي وضحات بوقتها وشقات باش توصل الرسالة المقدسة المنوطة بعهدتها ألا وهي التعليم. قف للمعلم. مدام منانة أنا أسيدي والله شو أقول لكم ما نعرفش ما نجمتش نعبر على الشيء اللي سمعته فيه والله ما نجمتش نعبر. ان شاء الله ديما في الحال يعطيكم الصحه يعيش فريمون ما نعرفش كيف هي والله حتى الكلمات رغم ما تعبرش راهو من علمني من علمني حرفا صرت وله عبدا. وانت امراه وسعت بالك وصبرت على تلامذتك وخدمت بضمير وبمحبه ما تنجم تلقى كل المحبه اللي يزرع الورد يلقى الورد. فريمون سي ترو والله اني عملت واجب هكا واجبي وان شاء الله نقول اديت واجبي ان شاء الله ان شاء الله باقي هكا نقول يا ربي صالح والله نبدا هكا معمول نقول ربي اديت واجبي يعني وقت اللي جات كنفسي ولادهم يجنب بربي لتوا يجوني ويسالوا فيا نبدا ماذا بيا نعطيهم ونعطيهم ما اكثر. والله عجزت على الكلام باش نقول ان شاء الله نقول اديت واجبي نحب خدمتي نحب تعليمي نحب الصغيرات نحبهم نحب الخدمه نتاعي. ما تنجم تنجح كان اذا كانك تحب خدمتك. يعطيك الصحه يا مدام. لا 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 لا, لا نحب فريمون خاطر الصغيرات وسورتو تو تبدلوا باللي تبدلوا تنجم انت كيفاش من لوطه تاخذهم بشويه بشويه وتحبهم رغم اللي ما كنتش سهله ومانيش صعيبه انا ما نعرفش يحبوني. باهي عاد الصعوبيه في بلاصتها باهيه الصعوبيه. المهم تكون في بلاصتها وكاو اي فريمون شو نقول بارك الله فيكم وان شاء الله تكون اديت واجبي معنا حتى مزيان. احنا نجد الشكر لك انت يا مدام ويعطيك صحة وربي يبارك فيك ويبارك في عمرك ويعيشك يعيشك فريمون والله مفاجأة بها جاتني سارة ياسر ويبقى صحة ويعطي الصحة للجميع الكل يعيشك. ما منين جاء الضربة منين بالضبط. احنا كل يوم في البرنامج هذا نكرموا واحد من رجال التعليم. احنا اليوم اخترناك انت وفما شكون اختارك اكيد من تلامذتك. نجدولك الشكر نجدولك الشكر. الفقرة هذه تنجم تلقاها على الصفحة متاعنا على الفيسبوك ونشكرك مرة أخرى يا مدام منانة. بارك الله فيكم بارك الله فيكم والله يعطيكم الصحة وربي يفيدكم إن شاء الله جيل ما يكونوا هكا وإن شاء الله لبس إن شاء الله قدرة الإله لبس قدرة ربي أجمعنا وإن شاء الله العبد يكون أدى واجبه كما ينبغي. ربي يشدك بصحة البدن. عايشك بارك الله فيك شكرا يعيشك في الأمان يا مدام.